كنز غالي لدى الجميع. واليوم باش نطرق في الحلقة إلى ألم الظهر، كيف نستطيع معالجته أو التخفيف منه بأدوات في المنزل. إذا ننطلق على بركة الله، أول حاجة القاعدة هذه يلزمنا نقعدوا هكا ونبدو ساقينا في علاقة مع الأرض والمستقيم هذا هكا. دونك هذه على الأقل واحد يعملها على الأقل في الجمعة ربع ساعة على الأقل، أقلها حاجة باش ظهر متاعو ما يتقوصش والألام هذيك تزول شوية شوية. ثاني حاجة المخدة، باش نعطيكم أستيس في المخدد. احنا نشتريو المخدد ويمكن برشا ما نبدلوهمش ولا حاجة. دونك كي نشوفو المخدة هذه كي تتويها هكا وتسيبها ترجع، دونك هذه مخدة صحية تنجم ترقد عليها خاطر ما توجعنيش في الرقبة من هنا. بار كونتر كي نشوفو المخدة هذيا ونتويوها هكا ونسيبها تقعد كي من هي، بون بابين كي تقعد كي من هي راهي مخدة غير صالحة. ثاني حاجة مهمة بالمخدة، المخدة تنجم تحطها تحت ساقيك هكا اوكي وتقعد، ولا وانتي راقد وداير على جنبك اليمين تحط مخدة من هنا، هذيك تساعد كذلك في التخفيف من آلام الظهر. من الحاجات اللي نقولوا 100% هامة هي هذه افكاس على الاخر وذو فاعلية كبيرة. هذه هي شنية، هي عبارة على لا اعرف رباط او شيء طبي، فيها الحجرات هذوما يسخنوا يوصلوا السخانة حتى 50 درجة فما اكثر. دونك تحطها انت لهنا الربطة هذه هكا وتربطها على ظهرك، بيان سور تحط فوق منها الحوايج وهي تسخن، والسخانة هذيك يمشي الألم سخطو الألم اللي لهنا وهي ألام مبرحة. والحاجات هذوما كي تشريوهم ما ترموهمش، علاش ما نرموهمش؟ نجمو نعاودو نستعملوهم وذلك باش نوريكم كيفاش. ثاني حاجة واللي مجربة والله العظيم هذه مجربة ومعناها فعاليتها معناها خيالية ولا كل معجزة، هو الزيت هذا اسمه بالطلياني اوليو دي ري. هذا نتصور موجود في برشا بلدان برشا، هما تروح كل بوماده لهنا، ما هو راهو زيت مخاطر جامد. الزيت هذايا دوبا تحطو انتي على ظهرك على كتفك على يدك، يسخن 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 ويرتحك. والحاجه الباهيه فيه ما يقعدش فيه الريحه، معناها انتي وسط الجمعه تنجم تحطو، مش ما تقولوليش كيما الفيكس بار اكزومبل يزمك تدوش خاطر فيه ريحه ونو نو، هذا ما فيش ريحه. هو مجموعه من الاعشاب، انا الورقه عطيتها لصاحبتي، مجموعه من الاعشاب هايله والنتيجه نتاعها مضمونه. ما دمنا احنا في الربطات، الربطه هذيا يمكن نسي كل اللي ولدوا عمليات قيصريه عندهم منها. دونك الربطه هذيا هي مهمه برشا وفعاله وذات جدوى، اللي تتحط هكا كيما الربطه الاخرى وتربط. الربطه هذيك كيفاش نجمو نستعملوها؟ دونك ناخذوا منشفه، والمنشفه هذيك نعملوا به الماء سخون اوكي، وتعصرها مع الماء السخون هذيك. شنو تحط عندنا؟ يا ما زيت زيتونه يا ما زيت لوز. زيت زيتونه وزيت لوز من اهم الزيوت المضاده للاكسده، وان شاء الله فيما بعد باش نعمل فيديوهات على زيوت والمنفعه الصحيه نتاعها. دونك نحطوا زيوت وماء سخون ونحطوا معاه الكليل. الكليل هذايا من جميع المواد ولا جميع الوصفات الطبيه مستخلصه من الكليل وفعاليته في معالجه الام الظهر. دونك قلنا نحطوا كليل مع شويه زيت ونحطوهم في باماري يسخنوا شويه، ونغطسوا هذه في الماء السخون ونعملوها بالخلطه اللي عملناها ونحطوها هكايا ونحطوها على جنابنا تعمل نفس المفعول نتاع هذا، خاطر هذايا غالي زوز بركه يساوي 16 يورو، مش متوفره في يمكن بكل البلدان. ثاني حاجه هي الزنجبيل. الزنجبيل هذايا كذلك من اهم الوصفات اللي تساعد في معالجه الام الظهر. زنجبيل ثلاثه طرق نجم نعملوا بها. الطريقه الاولى ماء على الصباح، ماء شويه سخون نحطوا فيه شويه زنجبيل.